السلام عليكم. النهاردة لأول مرة وحصريا هنعمل كيكة الكوكس، وكمان هنعمل ليها طبقة من فوق طعمها حلو جدا، وكله باستخدام كاكاو الكوكس وبمقادير خاصة غير أي مقادير تعرفوها، وكمان بكمية كبيرة. يعني الصينية اللي أنا عاملة فيها الكيكة دي كبيرة، مقاس 25 في 35، يعني بتعمل 20 قطعة من اللي انتوا شايفينها دي، والطعم طبعا حلو جدا. الحاجة دي الصينية المستخدمة زي ما قلتلكو، الصينية دي 35 في 25، يعني الصينية كبيرة. هحط في الصينية شوية زيت صغيرين وهدهنها في الفرشة، هدهن كل جوانب الصينية بالفرشة والصينية كمان من تحت بالفرشة كويس، لازم الزيت يغطيها كويس. بعد كده هحط فيها شوية كاكاو وبطنها بالكاكاو، ممكن لو ما عندكوش كاكاو تبطنوها مثلا بالدقيق، بس عشان بنعمل الكيكة كيكة شوكولاتة فعشان كده بنبطنها بالكاكاو، عشان الكيك من تحت يكون لونه بني مش لونه أبيض لون الدقيق. بنبطنها بالدقيق كويس، نركنها على جنب ونبدأ نعمل الكيك. طبعا أنا شغلت الفرن دلوقتي، قبل ما أبدأ في عجينة الكيك شغلت الفرن. هحط في الخلاط العادي كوباية لبن وكوباية إلا ربع سكر، لأن الكاكاو اللي هستخدمه فيه سكر، فأنا استخدمت كوباية إلا ربع فقط وكوباية إلا ربع زيت. بعد كده هضيف 3 بيضات، والبيض انا مخرجاه من التلاجة من نص ساعة، يعني لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ وما يكونش ساقع. وكمان هضيف كيس فانيليا، والفانيليا ما تضيفوش كيسين، هو كيس واحد كفاية، لان طعمها بيكون ظاهر جدا في الكيك لو كتير. ومعلقة واحدة خل ابيض. هخلط المكونات دي بالخلاط لمدة 2 دقيقة كاملين، ومعايا كمان 3 كوبايات دي منخولين، هضيف عليهم رشة ملح، وكمان هضيف عليهم 2 معلقة صغيرين بيكنج باودر او كيس بيكنج باودر، وكمان كيس كوكس. الكيس ده ب3.50 جنيه، هو كاكاو او مشروب شوكولاتة، وده مشروب للشرب بس انا بضيفه على الكيك، بيديها طعم جميل جدا. بعد ما اضيف كيس الكاكاو هقلب المكونات دي بالمعلقة واخلطهم كويس مع بعض. بعد كده هضيف على الدقيق المكونات السائلة اللي خلطتها بالخلاط وهقلبهم كويس مع بعض. ممكن اقلبهم بشوكة او بمعلقة او بالمضرب اليدوي العادي، اهم حاجة انهم يتقلبوا مع بعض كويس، وبيكون في دقيق تحت ممكن ما يكونش متقلب كويس، فلازم تجيبوه من تحت وتقلبوه كويس جدا. وعجينة الكيكة دي بالمقادير دي بتكون جامدة شوية عن الكيك العادية اللي بنعملها بكوبايتين دقيق فقط. كده عجينة الكيك خلص. بعد كده هحطه في الصينية اللي عملتها بالكاكاو، هنزله كله في الصينية بالشكل ده. لو ملاحظين العجين جامد شوية، هفرده بالمعلقة في الصينية بالشكل ده. بعد ما افرد العجين في الصينية والسطح بتاعها يكون متساوي، هخبط الصينية في الرخامة خبطتين بالشكل ده. بعد كده ادخلها الفرن. الفرن انا شغلته اول ما بدأت في عجن الكيك. الكيك بيدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 50 دقيقة. بعد 40 دقيقة بفتح الفرن واحط سكين في الكيك كده، لو طلع نضيف بخرج الكيك بعد 40 دقيقة، لو السكينة طلع فيها عجين بسيب الكيك كمان 10 دقايق. بعد ما اخرج الكيك من الفرن هبدأ ان انا اعمل الطبقة اللي فوق. معايا كوباية لبن وكوباية مية، هضيف عليهم 2 معالق كبيرة نشا و2 معالق كبيرة دقيق. والكوباية اللي استخدمتها في كل الوصفة هي كوباية المية او كوباية العصير العادية.
وهضيف كمان معلقتين من كاكاو الكوكس او نص كيس، يعني انا استخدمت في الكيك كلها كيس ونص، وهضيف كمان معلقتين سكر. طبعا لو استخدمتوا الكاكاو الخام اللي بدون سكر بتزودوا معلقة كمان سكر، وكمان في الكيك بتستخدموا كوباية سكر كاملة بدل كوباية الا ربع. بعد كده هقلب المكونات دي في الحليب والمية، هقلبها كويس جدا، لازم اقلبهم كويس جدا قبل ما اشغل النار. بعد كده هشغل النار وهستمر في التقليب لحد ما الخليط ده يجمد شوية ويكون زي المهلبية بالشكل ده. بعد كده هشيله من على النار، واول ما اشيله من على النار هصبه على الكيك على طول. الكيك طبعا دافي لسه ما بردش نهائي، لاني اول ما خرجته بدأت في عمايل الطبق اللي فوق، والطبقة دي ما بتاخدش وقت كبير على البوتاجاز. بعد ما اصب خليط الشوكولاتة هفرده كويس بالمعلقة على الكيك بالشكل ده، افرده كويس واساوي السطح بتاعه كويس جدا. بعد كده هجيب كيسين تلاجة واحطهم فوق خليط الشوكولاتة بالشكل ده. ده الكيس الاولاني، هحط كمان الكيس التاني بالشكل ده. بعد كده هدخلها الفريزر لمدة ساعة الا ربع، او التلاجة لمدة ساعة ونص. ودي شكلها بعد ما خرجتها من الفريزر، هي قعدت في الفريزر عندي ساعة الا ربع. وده عشان الطبقة الخارج اللي فوق دي الوش بتاعها ما ينشفش. بعد كده ارش عليها من فوق فرماسيه الشوكولاتة، وممكن كمان ارش الفرماسيه الملون. التزيين ده بيكون حسب الرغبة وحسب كمان امكانياتكم، وممكن كمان ما ترشوش عليها فرماسيه خالص وتتقدم زي ما هي كده، وممكن كمان يتعمل لها طبقة تالتة اللي هي خليط الزيت بالحليب بالسكر بالكاكاو، وتتحط بدال الفرماسيه كتزيين. هقطع الكيك قدامكم، هتشوفوا ازاي الكيك بيتقطع بشكل سلس جدا وسهل، وكمان ما بيتهريش مني خالص. ودي قطعة الكيك، شايفين قد ايه هي متماسكة وعالية جدا ومش هابطة خالص، وشكلها حلو جدا وكمان طعمها حلو قوي. عاوزة اقول لكم شوية نصايح عشان الكيك يطلع ناجح بالشكل ده. اول حاجة الفرن بتشغلوه مع بداية العجين خالص، اول ما تبتدوا تعملوا في الكيك تشغلوا الفرن على طول. تاني حاجة معلقة الخل الابيض مهمة جدا في عمايل الكيك. الكيك بيكون سخن وقت ما بنحط عليه خليط الشوكولاتة، وخليط الشوكولاتة كمان بيكون سخن، يعني اول ما طلع الكيك من الفرن ابدأ في عمل خليط الشوكولاتة. الكيك يكون هادي شوية من السخونية وخليط الشوكولاتة يكون سخن. لازم احط كيس فوق خليط الشوكولاتة قبل ما ادخله التلاجة او الفريزر عشان ما ينشفش من فوق. وكمان الكيك ما بيتاكلش سخن قوي لانه ممكن يوجع البطن. لو هتستخدموا الكاكاو الخام يبقى نستخدم في الكيك كوباية كاملة من السكر مش كوباية الا ربع، وكمان نستخدم في طبقة الشوكولاتة اللي فوق 3 معالق سكر بدل معلقتين. اتمنى تجربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبكم وهتنجح معاكم، وبالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم.